ينضم إلينا من ستوكهولم السيد محمد مجيد الأحوازي الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ محمد بداية مرحبا بكم. دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة يقول إنه لا يأمل أن تخوض بلاده حربا مع إيران، في حين يؤكد نائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني أن الحرب على إيران وشيكة، كيف نفهم ذلك؟ نعم، تحياتي لكم ولمشاهدي قناة الرافدين. تصريحات الرئيس الأمريكي طبعا تعبر عن رؤية ترامب تجاه حل الأزمة مع إيران، ويحاول الرئيس الأمريكي أن يحصل على صفقة أشمل وأفضل من صفقة إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما مع إيران حول البرنامج النووي الإيراني. الإدارة الحالية، الإدارة الأمريكية الحالية، تريد الاتفاق النووي أن يشمل ملفات إقليمية وملفات عسكرية خارجة أيضا عن سياق المفاوضات النووية، أن يعني بمعنى أن لا يتم حصر المفاوضات فقط في البرنامج إيران النووي وتخطيب اليورانيوم، أن تشمل ملف الصواريخ والميليشيات، الصواريخ البالستية والميليشيات المسلحة الممولة والمدعومة من قبل إيران في اليمن والعراق ولبنان، والتواجد الإيراني والانتشار الإيراني في الخليج وأيضا في سوريا. كل ذلك تحاول الإدارة الأمريكية الحالية أن تفرض على إيران من خلال إخضاع إيران بفرض مزيد من العقوبات الاقتصادية النفطية على قطاع النفط والغاز والقطاع المالي. ولكن هل الطرف الإيراني الآخر يوافق على المطالب الأمريكية، المطالب الاثنى عشر الأمريكية، ويدخل في مفاوضات جديدة؟ أنا أعتقد من خلال التصريحات الإيرانية، خاصة تصريح اللواء قاسم سليماني قائد فيلقبطف الجناح الخارجي للحرس الثوري الإيراني، حيث قال بأنه المفاوضات في ظل الحكومة الحالية، أي في ظل حكومة ترامب، تعتبر استسلام وذل للشعب الإيراني والنظام الإيراني وللثورة الإيرانية. هل هذا يعني أن إيران لن توافق على حصر الملفات، يعني بالملف النووي كما ذكرته؟ إيران ليس فقط بل لن تدخل في أي مفاوضات أقل تقدير في ظل رئاسة ترامب. وصرح قبل يومين أيضا المرشد الإيراني بأن المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر سم، والمفاوضات مع إدارة ترامب تعتبر سم مضاعف. بمعنى هذه رسالة إيرانية واضحة. وأيضا هنالك خطوط حمر إيرانية، خطوط الحمر الإيرانية لا مفاوضات على الحرس الثوري الإيراني، أمريكا أدرجت الحرس الثوري الإيراني ضمن لوائح الإرهاب، لا مفاوضات على الصواريخ الإيرانية وبرنامج الصاروخ الإيراني، أمريكا تريد أن تتنازل إيران عن هذا عن برنامج الصواريخ البالستية، إيران تقول لا مفاوضات على تخصيب اليورانيوم. المطلب الأمريكي هو بأن إيران لن تخصب اليورانيوم في الاتفاق، في حال حدث حصل أي اتفاق أو أي صفقة نووية مع إيران لن تخصب اليورانيوم إلى الأبد. هذا يؤكد بأنه الأزمة عميقة جدا، وهنالك أزمة حقيقية ما بين واشنطن والإدارة الأمريكية. بناء على ذلك أستاذ محمد مجيد الأحوازي، بريطانيا ترفع مستوى التأهب الأمني لقواتها أيضا في العراق بسبب التهديد الإيراني، يعني دخول بريطانيا على الخط مع الولايات المتحدة ماذا يؤشر في ظل هذه المعطيات؟ نعم، أنا فقط نقطة أشير لها وأعود إلى موضوع بريطانيا والخطر الذي يداهم التواجد البريطاني وأيضا الأمريكي في العراق. الضغوط الأمريكية والمطالب الأمريكية الحالية أثرت بشكل كبير على الوضع الإيراني الداخلي، وأيضا سببت في انشقاقات داخلية ما بين البيت الإيراني، ما بين الحكومة الروحاني وما بين المحافظين والحرس، بدليل أنه مؤخرا ظريف أعلن استغاثة عبر الانستغرام. وموضوع استغالة ظريف غير مرتبطة فقط بزيارة بشار الأسد، بل مرتبطة بالضغوط اللي تواجهها حكومة روحاني بسبب الموقف المتشدد للمرشد وبجانب المحافظين والحرس تجاه المفاوضات مع أمريكا. طبعا العراق عندما أمريكا تطلب من العراق أن يكون بموقف محايد، ولكن إيران تنظر للعراق ليس فقط جار
او 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 دوله او حليف او او تنظر الى بان يكون موقفها حياد ايجابي، تنظر الى العراق بانه حليف الى ايران، يعني بشقيها الحكومي وايضا الميليشيات والاحزاب الموجوده. وتقول ايران بانه طيب. انا استثمرت لمده 40 عام على هذه الاحزاب، لا يمكن ان تكون هذه الاحزاب بمعزل عن اي صراع يدور ما بين ايران وامريكا بالمنطقه، ثم ان ايران في صراعها النفطي مع امريكا بعد ما فرضت العقوبات نقلت الصراع على الامارات بتفجير الفجيره وايضا الى السعوديه بالطائرات المسيره. الان في ظل التواجد البريطاني في العراق والامريكي، بريطانيا ترفع مستوى التاهب في الامن لقواتها في العراق بسبب التهديد الايراني، ذكرت ان الازمه عميقه جدا، يعني الى اي حدود ممكن ان تصل هذه الازمه في على الارض العراقيه؟ نعم، ايران طبعا ايران الميليشيات المسلحه الموجوده في العراق بكل تاكيد هذه الميليشيات هي ليس فقط مموله من قبل ايران، بل هذه الميليشيات تابعه عقائديا الى ولايه الفقيه، وكل تمويلها وتدريبها وقياداتها نشات في ايران وتدربت في ايران، والولاء لهذه الميليشيات وقاده هذه الميليشيات بكل تاكيد لايران. صرح مسؤول ايراني قبل عده ايام بانه في حال الشعب الايراني يعني تنازل عن الدفاع عن الثوره الايرانيه هنالك تيارات اقليميه بالمنطقه فهي من تاخذ على عاتقها الدفاع عن الثوره الايرانيه، بمعنى انه الميليشيات الموجوده في العراق مهامها ليس فقط مواجهه امريكا او التصدي لامريكا او استفزاز امريكا، بل هذه الميليشيات جاهزه ايضا حتى تدخل ايران لقمع الشعب الايراني في حال حدثت اي ثوره. فالموقف البريطاني الان هو ايضا يعني صحيح هنالك خلافات ما بين الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده الامريكيه بخصوص الاتفاق النووي وانسحاب الاحادي الجانب من قبل امريكا من هذا الاتفاق، ولكن لا يمكن لبريطانيا ايضا يعني تكون بعيده عن امريكا في حال اتخذت الولايات المتحده قرار الصدام والمواجهه مع طهران. فالموقف البريطاني الان هو يتفق تماما مع الموقف الامريكي، وحتى الدول الاوروبيه الاخرى في حال حدثت اي مواجهه بكل تاكيد سيتغير موقفها. الى اي مدى تتوقع ان يكون العراق فعلا ساحه للصراع ما بين طهران والولايات المتحده، لا سيما ان يعني عددا من النواب في العراق يعني اكدوا ان هجوم الطائرات المسيره الذي استهدف انابيب النفط في السعوديه انطلق من الاراضي العراقيه. الميليشيات العراقيه المسلحه المموله من قبل ايران هذه موقفها واضح، جاهزه لمواجهه الحكومه الايرانيه، الحكومه العراقيه جاهزه لقمع الشعب لقمع الشعب العراقي من اجل ايران. واحنا قاعد نشوف انه في العراق عندما يرتفع صوت كاتب او محلل سياسي او مثقف عراقي تجاه ايران يتم قمعه واغتياله. فالموقف الميليشيات العراقيه هو يعبر عن القرار الايراني والقرار العسكري الايراني والسياسي الايراني، يعني عندما ايران تتخذ موقف سياسي هذه الميليشيات وهذه الاحزاب يكون موقفها متفق تماما مع الموقف الايراني وحتى عسكريا. لذلك طبعا انتشار الميليشيات بشكل كبير في العراق وهذا اعطى صوره، وطبعا رصد الولايات المتحده الامريكيه لنقل صواريخ يعني قصيره المدى الى العراق هذا يؤكد بانه المواجهه المقبله في حال حدثت ستكون العراق ساحه مواجهه حقيقيه. والميليشيات الموجوده الان تتخذ اوامرها من قاسم سليماني ومن الحرس الثوري الايراني، وبكل تاكيد العراق سيتضرر بشكل كبير، وفي حال حدثت اي مواجهه سيكون العراق هو الساحه الاوليه لهذه المواجهه بين طهران وواشنطن. من ستوكهولم الاستاذ محمد مجيد الاحوازي الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.